رح فوت من موضوع غزة بما تبقى لي من الوقت لأحكي عن ربط موضوع غزة بموضوع الجنوب اللبناني وما يسعى اليوم يحكى اليوم عن مسعى فرنسي، ورقة فرنسية تسلم لبنان، واليوم يتم يفترض أن يكون في إجابة عليها بالساعات المقبلة. ولكن حزب الله يقول لا وقف، لا مفاوضات طالما في وقف اطلاق نار، ولا وقف للعمليات في الجنوب دون وقف عمليات اطلاق النار في غزة. في دولة لبنانية أو ما في دولة لبنانية؟ حزب الله بيقرر شو بيصير؟ مسلمينه للرئيس بري. الرئيس بري هو المتولي التفاوض. سيدتي، هناك دستور لبناني ودولة، رغم أنه الدستور معلق ونحن في لا دولة. ثانيا، هناك قرارات دولية وقع عليها لبنان ويجب أن تلتزم بها أيضا إسرائيل. يعني القرار 1701 مش ملزم للبنان فقط، ملزم لإسرائيل أيضا. طيب، اللي هي عم تخرو أكتر ما يمكن نحن عم نخرو. يكفي لبنان دفع أثمان ربطه بقضايا المنطقة في الوقت المطلوب منه أن يحصن وحدته الداخلية، يدعم القضية الفلسطينية بأقصى درجات الدعم على المستوى الدبلوماسي، ولكن تحويل لبنان ساحة من إحدى ساحات المواجهة في المنطقة خارج سياق حصرية قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية، خارج الدستور، هو يتعلق بميزان قوى مختل، لا يتعلق لا بالعلم ولا بالمنطق ولا بالتضامن، مش مع أهل غزة فقط، مع القضية الفلسطينية. أولا، إدانة ما تقوم به إسرائيل في فلسطين المحتلة منذ العام 1948 هذا مسار أخلاقي كل الأحرار في العالم، وعم نشوف اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا كيف تتحرك الكتلة الطلابية، والعالم يعرف أنه من يحدث التغيير في العالم هي الكتلة الطلابية. صحيح، هذا علم. نقطة الثانية، وضع لبنان في هذا المأزق بقرار أحادي هو خروج عن الميثاق الوطني. إذا ما انتبهنا أنه نحن مش مضطرين نضحي بأهلنا بالجنوب ولا بأرضنا ولا بشبابنا وصبيانا بالوقت يلي في معركة خارج أرضنا ولو نحن متضاممين معها، معناتها عمليا نحن ما قادرين نتحرك بمنطق الدولي، عم نتحرك بمنطق ميزان القوى. آن الأوان للفريق الذي يعتبر نفسه أنه قادر أن يفرض ذاته على الساحة الداخلية، وأنا لا أحبذ استعمال كلمة ساحة. ليه بده يوقف؟ إذا ما بده يرجع، إذا ما بده يرجع للمنطقة اللي عم تحكي فيها، منطقة الدولي، منطقة الدولي، منطقة الدولي. هل ناقشت حكومة تصريف الأعمال، لأنه معنا كان رئيس جمهوري، هل ناقشت حكومة تصريف الأعمال قرار فتح جبهة الجنوب؟ لا، بس نحن عنا بهيدي تصريف الأعمال بالبيان الوزاري عنا شعب ومقاومة لهم حق الدفاع. نعم، عن أرضنا. عندما تعتدي إسرائيل على لبنان في 8 أكتوبر، في 8 أكتوبر لو اعتدت إسرائيل على لبنان كانت ستعتدي، كلنا مقاومة، كانت ما اعتدت بثمانية، كانت رح تعتدي بتسعة، كانت ستعتدي شيء واعتدت وكلنا مقاومة في مواجهة لو اعتدت إسرائيل. لو كنا نحن قبلنا هلا أكيد كلنا قبلين بمنطقة الحرب، بس كيف، بس كيف كمان خلينا نقول في قرار 1701 في جيش لبناني في قوات اليونيفيل، كمان هيدا مطرح، هيدا مطرح الأمرة والقرار الأساسي فيه للجيش اللبناني. أنا بلشت بمبدأ أنه كلنا منواجه إسرائيل، لأنه هلأ بعد 3 ثواني على وسائل التواصل الاجتماعي خائن عميل، خلص ما حدا يزايد بهالموضوع. لا، وقت حدا مثلنا بيحكي عن فلسطين المحتلة وعن العدو الإسرائيلي أنتوا بتسكتوا، اسمحوا لنا، لأنه الصراع مع إسرائيل هو صراع يتعلق بإحقاق العدل ليس فقط في فلسطين، كمان الانسحاب من مزارع شبعة وتلال فرشوبة، ولكن إما نحن جزء من المجموعة العربية، جزء من المجموعة العربية يلي واجهت وين إسرائيل.